بنتي رضعت من امرأة اخذت زوجين، ورضعت مع احدى اولاد الزوج الاول، وايضا طلقها الزوج الاول واخذت زوج ثاني، وعقبت ولد وبنت، عقبت ولد وبنت. بنتي رضعت من امرأة اخذت زوجين، ورضعت مع احدى اولاد الزوج الاول، وايضا طلقها الزوج الاول واخذت زوج ثاني، عقبت ولد وبنت، هل تحل لي من الزوج ام لا؟ كلها يا المرأة مثل لها الزوج الاول والزوج الثاني، لما رضعتها رضاعا شرعي خمس مرات اكثر، فاولادها من الزوج الاول واولادها من الزوج الثاني اخوة لها. نعم، الزوج الاول اخوة لها من ابيها وامها، والزوج الثاني اخوة لها من امها. نعم، بالنسبة للرجال كذلك اولاد الزوج الاول اخوة لها، اولاد الزوج الاول اخوة لها. تقول الشيخ لأن ما أفهمت رضع من المرأة، نعم، وجابت ولدين ورضع مع من أولاد الزوج الأول، إيه، وخذ الزوج الثاني وجالها عيال، جالها ولد وبنت، إيه؟ وأخوه أخذ البنت من الزوج الثاني، عيال الزوج الثاني إخوة المرأة، أيوة، من أمها، عيال الزوج الثاني، عيال المرأة من الزوج الثاني، أيوة، إخوة للرضيعة من أمها، أيوة، والأولون إخوة لها من أبيها وأمها بالرضاع يعني، أيوة. بالرضاع. هل يحل أخوه مات عن الزوج؟ هل يحل من أخوه؟ من أخوه؟ الزوج الثاني ولا؟ من أخوه؟ هو الزوج الثاني؟ إيه، الزوج الثاني. إيه، موجود هو اللي يحول أخوان أخوه اللي يشوف. ما عليه، يعني زوج البنت من أهل زوجها، هذه مرت أخوه، أيوة، من امرأة أخيه، أيوة، هي بنت أخيه، هي بنت أخيه، هذه بنت زوجة أخيه، هذه بنت زوجة أخيه، ربيبة لأخيه، أيوة، تحل له. افهم بس، اذا كان رضعت من الزوج من الزوج الاول، ثم هي رضعت من الزوج الاول وامها تزوجت بعد ذلك، هو بنفسه رضع، لا، امراه رضعت، امراه رضعت من امراه من زوجها الاول، ثم تزوجت وجاءت ولد بنت من الزوج الثاني، ايوه، من اللي خطر بنت الاولى؟ هو الرجال اللي، وش الرجال؟ وش الرجال؟ هذا انا ما لا تحكي عن اسمه، علي وشو من الزوج؟ شو من الزوج؟ اخو الزوج، اخو الزوج الثاني ولا الزوج الاول؟ اخو الزوج الثاني ولا الزوج الاول؟ نعم، على اخو الزوج، ها، في طال عمرك الحرمة هذه، اي شوي، اللي انا رضعت منها كانت مع زوج، بعدين طلقها الاول، شايف؟ وش اسمها المرأة؟ مطرح، رضعتها من مطرح، من مطرح، زوجها وش اسمه؟ زوجها طه، طه، ايوه، طلقت المطرح من لبن طه، من لبن طه، وبعدين طلقها طه واخذها عبد الله، عبد الله، نعم، لما اخذها عبد الله خلف منها البنت هذه، خلف البنت، البنت هذه اللي الحين اخذها اخوه توفى عنه، اخذها اخوه، كل اخذها اخوه، اخوه، واخوه توفى، اللي ما رضع من مطرح، اخوك ما رضع من مطرح، لا ما رضع اخوه، واخذ بنته من الزوج الثاني، من الزوج الثاني، ما في، لكن انت اللي ما حل، انا اللي راضع، انت ما تحل، ما تحل، هم زوج اخوك، ما يحل خلاص.